الحصه ب 20 جنيه، ومشروبات ومذكرات مجانيه، وعربيه هدايا للاوائل. قصه كيرلس اشهر دكتور للفيزياء في الثانويه العامه. نشوف الفيديو ونرجع تاني. اتفضل. بيعمل الحصه بتاعته في الاستاد وبتكون فيها الاف، ولا حفلات عمرو دياب درس الصيدله واتخرج من 2016، لكنه رفض يشتغل دكتور رغم الدروس اللي بيديها، الا انه باع عربيته عشان يعرف يتجوز. والحصه كيرلس انت بركه جميله وبركه حلوه قوي قوي، لو كل واحد زيك كده يعني يحاول يساعد ولو بحاجه بسيطه، ان فعلا الدروس الخصوصيه قتله الاهالي، وفي ناس فعلا ما بتقدرش تواصل مع تعليم اولادها بسبب الدروس الخصوصيه. كل تحيه وتقدير لحد جميل قوي كده وبركه كبيره، مصري اصيل.